أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التوتر في شبوة وأبعاد الصراع بين الأجهزة الأمنية الرسمية في المحافظة وقوات النخبة الشبوانية. إذن شهدت مدينة عتق تظاهرة مؤيدة لقوات النخبة الشبوانية الموالية لدولة الإمارات، ورفع المتظاهرون في شوارع عتق أعلام المجلس الانتقالي ودول التحالف، كما هتفوا بشعارات تطالب بخروج قوات الجيش والأمن من المدينة. هذا وكان مجهولون قد فجروا في وقت متأخر من مساء الأمس أنبوبا للنفط في مديرة روضة في شبوة، فيما اتهمت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية قوات النخبة الشبوانية بمنع فريق الصيانة المختص بإصلاح أنبوب النفط الذي تم تفجيره. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي المشهد في ظل التوتر والصراع في محافظة شبوة، ومن يتحمل مسؤولية إشعال الصراع في شبوة ومعظم المحافظات الجنوبية؟ شبوة في واجهة الأحداث مجدداً، تصعيد ميداني وأعمال عنف ومواجهات وحراك في الشارع وتوتر يأخذ أشكالاً عديدة. الصراع الأخير في المحافظة بدأت ملامحه بعد استحداث قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات قبل أسابيع نقاطاً أمنية تابعة لها في مدينة عتق، وسيطرت على بعض المؤسسات الرسمية في خطوة أريد من خلالها تسلم الملف الأمني في عتق بحسب مراقبين، وهو ما قُبل بالرفض من الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للمحافظة. التصعيد الميداني لم يتوقف عند حدود الرغبة بتسلم الملف الأمني، حيث يرى مراقبون أن التحركات كان ولا يزال الهدف منها السيطرة على منابع النفط وميناء بلحاف في المحافظة، وهو ما ينذر بتوسيع الصراع بين قوات الحكومة الشرعية والقوات المدعومة إماراتياً. المحافظة أيضاً شهدت تظاهرة مؤيدة لقوات النخبة الشبوانية ومنددة بالقوات الحكومية، ورفع المتظاهرون في شوارع عتق أعلام المجلس الانتقالي ودول التحالف. وتأتي هذه المظاهرة استجابة لدعوة المجلس الانتقالي وتأييداً لقوات النخبة التي تخوض مواجهات مع قوات الجيش والأمن. العنف والتحشيد اللذان تشهدهما المحافظة انعكس على وضعها الأمني، حيث أقدم مجهولون على تفجير أنبوب للنفط بمديرية الروضة بالمحافظة، ويعد هذا التفجير الثاني خلال أقل من شهر. يتصاعد التوتر إذن يوماً بعد آخر، وتتباعد فرص انفراج الأزمة في المحافظة، ويرى مراقبون أنه صراع جديد مع الشرعية المستهدف فيها وجود الدولة في شبوة، وأنه صراع لا يختلف عن ما حدث في عدن حد وصفهم. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض العاصمة السعودية، ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد الرناح. أهلا بك أستاذ أحمد. حياك الله. بداية، باعتقادك ما الهدف من إشعال الصراع في هذا التوقيت وما هي تبعاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني إشعال الصراع في هذا التوقيت هو يعني وجود يعني أهداف ثانوية لا يعني ليست داعمة للشرعية، وهدفها إعاقة يعني تقدم الشرعية في الجبهات أو حتى حسم المعركة مع الحوثي، ظنا منهم في أنهم سيحصلون على ما يهدفون إليه وما يريدون إليه. وهذه الأفعال التي أضعفت الشرعية في مواجهة الحوثي وأضعفت موقفها دوليا هي لا تقدم لا الأدوات التي تنفذ هذه الأعمال التخريبية والأعمال يعني الغير مبررة في هذه في هذا التوقيت، لا تخدمهم بالدرجة الأولى، كما أنها تضر بموقف الشرعية كواجهة سياسية لكل المناطق المحررة في مواجهة يعني سلطة الميليشيات الحوثية التي بدأت تهاجم وتتوسع في هذه الفترة في المعارك العسكرية. لكن أستاذ أحمد، يبدو أن هناك دعم لما يحدث، يعني اليوم التحشيد الذي حصل في شبوة وهذه الجماهير التي خرجت، يقرأ ذلك في أي سياق؟ الجماهير التي خرجت اليوم كانت يعني لم تكن بالصورة التي كان يعتقد يعني أنها ستخرج داعمة للنخبة الشبوانية كما أعلنوا، وكانت يعني تعتبر يعني جماهير عادية وليست بالرقم الكبير. يعني حدث هذا ذلك في النطاق الطبيعي يعني لأي معارضة سلمية أن يعني تخرج بمظاهرات في عاصمة أي محافظة، وهذا يعني طبيعي. يحسب للسلطة المحلية في محافظة شبوة السماح لهذه
المظاهرات بالخروج في هذا التوقيت الاستثنائي، وأيضا حماية هذه المظاهرات. وكانت المظاهرة سلمية، رفعت شعاراتها التي تدعيها ثم غادرت في بعد انتهاء المظاهرة. بالدرجة الأولى يحسب هذا الجو السياسي المتنوع والديمقراطي لصالح السلطة المحلية في محافظة شبوة. طبعا هذه المظاهرة خرجت يعني هي في الأساس هي دعما يعني لطرف عسكري قام بمواجهات خلال الفترة الماضية، لكن لم يحسب يعني القائمون عليها حساب أنها يعني لم تكن لصالح محافظة شبوة، بل كان الهدف منها يعني تعميق الفرقة والاختلاف وتشجيع طرف عسكري لصالح الاقتتال الداخلي بين أبناء محافظة شبوة. وهذا من يعني قلة الوعي ويعني عدم الإدراك للمسؤولين القائمين على هذه المظاهرة من أبناء محافظة شبوة الذين يعني شاهدوا يعني الاحتراب الداخلي خلال الفترة الماضية. وكانت السلطة المحلية في موقف عاقل ورائع جدا، قبلت بهذه المظاهرة وانتهى وحمتها بأطقم الأمن وثم قادرت بدون أن يتعرض أي أحد منهم للأذى. طيب نشرك معنا بالنقاش. نعم. من عدن الصحفي أحمد ماهر، أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك ومساء الخير عليك وعلى كافة المشاهدين. بداية، كيف يمكن وصف الوضع الآن في شبوة، وما هي الأسباب برأيك التي خلقت كل هذا التوتر؟ طبعا المجلس الانتقالي لا يسعى إلى نقل الصراع الموجود في عدن إلى بعض المناطق المحررة مثل شبوة ومثل سقطرى، الذي بدأت الآن تنشف فيها صراعات تحاول تعطيل مسار العملية التنمية التي تقيم في هذه المحافظتين. محافظة شبوة ومحافظة سقطرى بدأت في الفترة الأخيرة تظهر عملية تنمية وهناك مشاريع كثيرة دشنت فيها، ولكن مجلس الانتقالي وبكافة وسائله لا يريد الاستقرار في المحافظات الجنوبية، وهذا حسب التصريحات والبيانات الذي ينشرها بهذه الفترة. ولا ننسى بيان أمس الذي دعا إلى هذه المظاهرة. نحن لسنا ضد أي مظاهرة سلمية تخرج للمطالبة بحقوق مشروعة وليس لحقوق سياسية تكاد النيل من إدارة محافظة شبوة أو بعض المحافظات المحررة التابعة للشرعية. في إطار مظاهرة السلمية والمطالب المشروعة نرحب بذلك وبأي مظاهرة تقوم بها، ولكن إذا كان هناك أهداف سياسية عبر أي مظاهرة تسعى إلى زعزعة السلطة وتشتيت عمل الحكومة فهذا شيء مرفوض جدا. ونتمنى أن يكونوا أبناء شبوة محافظين على محافظتهم ويعملون من أجلها. لا نريد أن تدخل محافظة شبوة بالصراع السياسي، فيكفي ما حدث في عدن من صراعات سياسية أثرت على عمل الحكومة والمحافظة. أعود للأستاذ أحمد رناح. أستاذ أحمد، برأيك إلى أين يمضي المشهد اليوم في ظل التوتر والصراع الحاصل في المحافظة؟ أعتقد أنه في محافظة شبوة أنه كثير من العقلاء من جميع الأطراف يدركون ذلك، وأعتقد أن المحافظ بعد عودته من رحلته العلاجية التي كانت في الخارج يعني قبل يومين عاد إلى شبوة وأمسك بزمام الأمور، والأمور في شبوة تمضي تحت السيطرة الكاملة. من أراد لشبوة التنمية والخير فسيقف مع المحافظ مع السلطة المحلية. السلطة المحلية ليست محسوبة على طرف دون آخر، السلطة المحلية تمثل كافة التشكيلات السياسية في محافظة شبوة وكافة يعني القبائل والطوائف والاختلافات كلها، وكلها منسجمة وتعمل في خندق واحد من أجل تنمية محافظة شبوة. محافظة شبوة تعتبر محررة بالكامل، والمحافظ قاد عجلة التنمية بقوة في المحافظة. وفي هذا اليوم التي كانت فيه المظاهرات كان المحافظ اليوم يوقع على عقد بقرابة المليون دولار في يعني تحسين المدخل الغربي لمحافظة شبوة يعني لمدينة عتق العاصمة بمسافة أكثر من 4 كيلومتر في الاتجاهين طريق، وعملية التنفيذ ستتم خلال أقل من 120 يوم. في هذه الفترة يعني المظاهرة كانت عملية التنمية يعني مستمرة، لكن الطرف الآخر الذي يسعى لعرقلة عجلة التنمية في محافظة شبوة بالأمس فجر أنبوب للنفط ومنع شركة الاستثمارات من شركة شبوة تقريبا الاستثمارات النفطية من يعني إصلاح الأنبوب الذي تم تفجيره، وهذا لا يخدم المحافظة. من أراد أن يخدم محافظته
محافظة يعني محافظة شبوة، فسيجعل من شبوة هي حزبه ودولته وقبيلته، ومن أراد أن يجعلها ساحة للصراع وأن يتلقى أوامره من هاني بن بريك أو من عدن أو من الضالع من عيدروس الزبيدي، فسيجعل من محافظة شبوة ساحة للصراع. محافظة شبوة تختلف عن عدن وتختلف عن الضالع وتختلف، الأمور فيها متوازنة والقوى فيها متوازنة، وأعتقد أنه لن ينتصر فيها أحد أبدا ولا يستطيع أحد أن يحسم المعركة. القوة يعني الشرعية وقوة الجيش والأمن قوة متماسكة، وأكثر الجيوش في محافظة شبوة هي جيوش خاضت صراعات مع ميليشيات الحوثي. فأقول أن التدريب القوي العسكري الذي يعني كسبته تلك العناصر التابعة للشرعية من معاركها ضد الحوثيين قادرة أن تحسم أي معركة قادمة مع أي عناصر تريد أن تعبث بأمن وتنمية ومستقبل محافظة شبوة. لكن أعتقد أنه يعني كثير من العقلاء في الطرف الآخر، أقول في الطرف المجلس الانتقالي، أنهم يدركون أهمية محافظتهم وأنهم لن يستطيعوا أن يكونوا لعبة لصراع ليس لهم فيه ناقة ولا جنة. طيب أستاذ أحمد، ما الذي يجعلك تطرح هذه الافتراضية وتتحدث عن إمكانية الجيش وقدراته في المواجهة؟ لماذا ذهبت إلى هذا الجانب، إمكانية المواجهة العسكرية؟ الجيش هذه مهمته بالأساس، أي جيش لا يستطيع أن يحمي السلطة المحلية وأن يحمي المحافظة من أي قوى ليست يعني شرعية، هذه مهمة الجيش بالدرجة الأولى. إذا لم يستطع فليذهب الجيش هذا إلى الجحيم. لا نريد جيشا فقط للاستعراضات والاستلام الرواتب، الجيش هذه مهمته وأعتقد أنه قادر على ذلك، ولا نريد يعني أن نزكي روح الصراع في هذه المحافظة. وإلا في الأيام الماضية يعني أعتقد أن كل طرف عرف حجمه الحقيقي خلال المواجهات الماضية. هي المواجهات الماضية كانت بروفة لمواجهات ربما يخطط لها في مستقبل الأيام. أعتقد أن هذه كانت خطة لنقل الصراع من عدن ومن المحافظات التي يعني لم يستطع قيادة المجلس الانتقالي يعني أن يفجروا فيها نار الفتنة، فربما أوعزوا إلى عناصر في محافظة شبوة بالقيام بتلك يعني المهمة نيابة عنهم. محافظة شبوة لأهل العقل من أبنائها لا تستطيع أن توحد اليمن ولا تستطيع أن تفصل اليمن، كما قال المحافظ لكثير من مشائخ محافظة شبوة: نحن في محافظة شبوة مع ما يقرره الجميع، إذا ذهبوا إلى الانفصال فشبوة معه، إذا ذهبوا إلى الوحدة فشبوة هي باقية. يعني أي نقل للصراع هو نقل يعني وظيفي يهدف بالدرجة الأولى إلى يعني وضع الشرق في المجتمع الشبواني وإيقاف عجلة التنمية والتطوير التي بدأها المحافظ. لا أعتقد أن هؤلاء يسعون لا إلى قضية جنوبية ولا إلى انفصال ولا إلى قيام دولة، كل الهدف الأساسي ألا تمشي عجلة التنمية في محافظة شبوة، كما أنهم يعني أعداء فقط لكل لأي عمل تنموي أو أي عمل يعني تطوير أو أي استقرار أمني، كما أنهم يسعون من خلال يعني نداءاتهم المتكررة إلى نقل الصراع إلى محافظة حضرموت إلى سيئون. الهدف ليس السيطرة لأنه لا يستطيع أحد أن يسيطر، وهذه الأجيال الناشئة من يعني الميليشيات الجديدة لا تستطيع أن تواجه المعسكرات والقوات المتواجدة هناك، لكن الهدف الأساسي هو إيقاف مطار سيئون وعرقلة التنمية في محافظة حضرموت الوادي والصحراء، لأن عملهم بالدرجة الأولى هو تعطيل كل تنمية وتعطيل وإغلاق السكينة العامة ونشر الخوف والاغتيالات والتفجيرات في المناطق المستقرة أمنيا. أعود للأستاذ أحمد ماهر من عدن. أستاذ ماهر، برأيك لأين يتجه الوضع اليوم؟ الوضع السياسي الموجود في المحافظات المحررة يتجه إلى صراع سياسي مناطقي يقوده المجلس الانتقالي في بعض المحافظات، انتقل من العاصمة المؤقتة عدن إلى شبوة إلى سقطرى، ولكن هناك تعامل عقلاني من الحكومة ومن إدارة المحافظات المحررة بعقلانية مع التصرفات السياسية التي يقوم بها المجلس الانتقالي. فهناك مثلا ما قام به في شبوة صباح اليوم من مظاهرات، تعاملت معه إدارة محافظة شبوة بأسلوب عقلاني متزن، لم سمحوا للمظاهرين بالتظاهر وتعبير عن رأيهم السلمي، وتم مناقشة مشاكلهم المشروعة. ومحافظ شبوة إلى حد الآن لم يصرح أي تصريح
معارض لإرادة أبناء شبوة، ولكن تعامل معهم بعقلانية. محافظة شبوة الآن تعمل في إطار تنمية المحافظة، وهناك مشاريع جديدة زوشن وأيضا مطار عتق على يعيد ترتيبه لانطلاقه من جديد. المشهد السياسي في محافظة المحررة يحتاج إلى عقلانية وخطاب متزن، أيضا يحتاج إلى حوار شامل ما بين الحكومة والأحزاب السياسية الموجودة في محافظة المحررة. لابد أن يكون هناك حلقة نقاش مفتوحة معهم لنعرف ماذا يريدون في هذا الوقت الحالي، وماذا سوف يدشنون، لأن لا يمكن للحكومة أن تعمل في ظل وجود صراع سياسي، ولا يمكن للحكومة أن تنتصر وتدشن أعمال تنموية في محافظة المحررة وهناك صراع سياسي قائم عليها. وأيضا لا ننسى أن القوات الغير تابعة للدولة تشكل أو تعبر عن قنبلة سوف تنفجر في وجه الحكومة في أي وقت. لهذا نرجو أن تنتهي شيء يسمى ميليشيات خارجة عن الدولة. لابد أن يضم كل النخب والأحزمة في إطار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ويكفي دمار ويكفي شتات في المحافظات المحررة. نريد ونسعى إلى بناء الدولة الاتحادية السلمية، وهذه الأحزمة والنخب التابعة إلى دولة الإمارات والقائمة عليها لن تسمح لنا في بناء دولة، ولن تستطيع الحكومة أن تعمل في ظل تواجدها إلا إذا انضمت إلى وزارة الداخلية وعملت تحت إدارتها. نسعى ونتمنى أن يكون هناك خطاب موحد لحل الأزمات المتواجدة في المحافظة الجنوبية. لن نستطيع أن نتقدم عسكريا أو مدنيا ونحن يوجد لدينا صراعات في المحافظة المحررة. ألا يكفي صراعاتنا وحربنا مع ميليشيات الحوثي في المناطق الشمالية؟ لابد أن يكون هناك استقرار سياسي في المحافظات الجنوبية حتى نستطيع تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي. طيب أستاذ أحمد، بهدف تهدئة الوضع في شبوة كانت هناك جهود وساطة ربما كانت أثمرت في وقت سابق عن تهدئة في الوضع، هل ما زالت هذه الجهود مستمرة وهل هي قادرة على فعل شيء وإنهاء الأزمة في شبوة؟ شبوة في طب، شبوة هي منطقة قبلية يوجد فيها الكثير من القبائل العقلانية الذي لن تسمح بتدمير شبوة مثل ما حصل مع بعض المناطق الجنوبية. لهذا هناك تهدئة وضغط قبلي على جميع الأطراف الموجودة في شبوة. صحيح الذين خرجوا اليوم يعبروا عن آرائهم أنهم ضد بعض الأعمال التابعة للشرعية، ولكن هناك مثل ما قلت تهدئة عامة، وبإذن الله سوف تنتصر شبوة وأبنائه الأحرار الذين يرفضون التبعية ويرفضون أن يقودهم مجلس مناطقي يسعى إلى تدمير الجنوب وليس بنائه. إلى حد الآن لم نرى أي عمل تنموي للمجلس الانتقالي دعم فيها الحكومة أو دعم فيها المواطنين أو أثبت أنه جاء من أجل المواطن. لا نرى إلا مظاهرات واعتصامات وتعطيل إلى أعمال الحكومة الذي كل ما تقدمت خطوة إلى الأمام عادها المجلس الانتقالي إلى الخلف ببعض أعماله الغوغاء الذي لا تسعى إلى بناء الدولة. نقولها ونكررها دائما، نريد أن نبني الدولة ولا نريد أن ندخل في صراعات ونشتت أعمالنا. فعدونا واحد هو ميليشية الحوثي الذي نسعى للانتصار منها وتحرير اليمن، ولكن لا نريد أن ندخل في صراعات في المحافظات المحررة. والحكومة ليس لديها وقت إلى هذه الصراعات لأن لديها أعمال كثيرة، إعادة تصحيح الوضع السياسي والحكومي القائم في المحافظات المحررة. هناك مشاكل عديدة تسعى إلى تصحيحها في المحافظات المحررة، ونرجو من رئاسة الحكومة أن تقوم بذلك، ولكن في حالة وجود عدم استقرار سياسي هذا سوف يؤثر سلبا على عمل الحكومة والأجهزة الأمنية. أعود للأستاذ أحمد الرناح. أستاذ أحمد، جهود الوساطة في شبوة إلى أي حد هي قادرة على إنهاء الإشكالية الحاصلة في المحافظة؟ هل من تأثير قوي لدى هذه القوات القيادات القبلية التي تقوم بهذه الوساطة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد الرناح. أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد ماهر. أستاذ أحمد، وصفت موقف الحكومة ربما في التعاطي مع الأزمة الحاصلة في شبوة بالعقلاني وأنه يسعى من خلال ذلك للتهدئة وسحب كل عوامل الصراع، لكن هناك من يرى بأن موقف الحكومة ربما سلبي، خصوصا أنه عندما وصف رئيس الوزراء ما يحدث بالتهويل الإعلامي فقط. رئيس الوزراء
يتعامل بعقلانية مع كافة المشاكل القائمة إن كان في سقطرة أو إن كان في شبوة. رئيس الوزراء ليس إعلامي حتى يصف حتى يتحدث بكل طلاقة، ولا يهمه العلاقات الدبلوماسية القائمة ما بين اليمن ودول التحالف العربي. لا يمكن لرئيس الوزراء أن يخرج بتصريح خارج عن السياق أو يسعى إلى شيطنة أي جهة سياسية موجودة، لأن سوف يؤثر مثل ما قلت سابقا على حربان ضد ميليشيات الحوثي. أي انهيار بين علاقتنا بدول التحالف سوف يستغلها الحوثي وسوف تنعكس علينا سلبيا. نريد ونسعى إلى تهدئة الوضع والخطاب الإعلامي من أجل فقط احتواء الموقف الذي يحدث الآن في شبوة وفي سقطرة. صحيح أن ما حدث ليس بالسهل وليس بالأمر المعقول، ولكن نسعى إلى طريقة حل عقلانية لا تكلفنا الكثير. ما حدث في شبوة تم احتوائه نسبيا بفضل أبناء القبائل الموجودة في شبوة الأحرار وبعض الجهات الأمنية التي تدخلت وساهمت في الحل، كان من ضمنها قائد الشرطة العسكرية في الجمهورية اليمنية اللواء الركن ناصر النوبة ومحافظ محافظة شبوة الذين تدخلوا وسعوا إلى إنهاء الأزمة الموجودة. رئيس الوزراء لديه أعمال كثيرة تنموية يقومها في عدن ولقاءات دولية ومحلية، يسعى إلى تصحيح الوضع القائم والقائم فيها القائم في العاصمة المؤقتة عدن، وإن دخل في صراعات منفصلة مع مجالس مع القيادة السياسية والأحزاب الموجودة في المحافظة المحررة فلن يستطيع العمل بكل أريحية في عدن، لأنه سوف قد يتحول الصراع السياسي إلى صراع مسلح ويحدث مثل ما حدث في يناير من انقلاب عسكري على الحكومة. لهذا نصف ما حدث من رئيس الوزراء بأنه أسلوب عقلاني لا يصطدم مع أي خصم سياسي ولا يخسر أي جهة سياسية، لأنه قد يؤثر على عمله التنموي في العاصمة المؤقتة عدن. مثل ما تعلم أن هناك قوة عسكرية لا تتبع وزارة الداخلية ولا تتبع وزارة الدفاع، بل تتبع دولة الإمارات. يعني هذه القوة مثل قنبلة سوف تنفجر بوق الحكومة. لهذا أي عمل غير عقلاني قد يؤثر سلبا علينا في العاصمة المؤقتة عدن، وقد يحدث انقلاب مثل يناير. لهذا التعامل بعقلانية أفضل قرار لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة الحاصلة في عدن وبعض المحافظات الجنوبية. شكرا جزيلا لك أحمد ماهر الصحفي من عدن. أعود للأستاذ أحمد الرناح من الرياض. أستاذ أحمد أهلا بك من جديد معنا، تسمعني؟ حياك الله أستاذ أحمد. نعم. الآن فرص تكرار سيناريو عدن في شبوة، وأيضا موقف الحكومة وتعاطيها وأدائها في ما يحدث في شبوة، بالنسبة لك كيف تبدو الأمور؟ تكرار السيناريو في عدن، تكرار سيناريو عدن في شبوة أعتقد أنه سيفشل. الوضع في شبوة مختلف تماما. العنصر البشري الموجود في شبوة هو بالدرجة الأولى من أبناء المحافظة، بينما في عدن يختلف، هو تجمع من كثير من القرى والمديريات والمحافظات المختلفة في تجمعات وقت يعني تناقضت يعني أو اختلفت الأهداف والمصالح والأشياء، وهذا ما سبب يعني المشاكل الأمنية في عدن يعني والمشاكل السياسية. بينما في شبوة يختلف الوضع، أعتقد أنه يعني زمام الأمور في شبوة بيد عقلائها، ولن يسمح لها بالانزلاق إلى المخاطر السيئة التي تضيق عملية التنمية أو التي ربما تقود إلى عمليات عسكرية بين أبناء المحافظة الواحد. أعتقد في اللقاء الوساطة مع المحافظ كانت تدقات واضحة، المهام محددة، كل جهة أمنية وعسكرية وحتى من ضمن التشكيلات النقبة الشبوانية حدد لها يعني نطاق مهامها في عملية تنسيق يعني تقوم في الوقت الحالي. لن يسمح لأي تكرار لأي مشاهد عسكرية أعتقد من مثل ما حدث في الماضي، وأعتقد أن الوضع في شبوة سيكون يعني إلى الأفضل. الأمور كما قلت لك أن السيناريو عدن يعني سيتكرر في شبوة، لا يعني لا تسمح له البيئة القبلية في شبوة ولا حتى البيئة السياسية ولا حتى البيئة الاجتماعية ولا العسكرية أن يحدث نفس الصراع في شبوة أو يعني أن ينتقل نفس صراع عدن إلى محافظة شبوة. شبوة نأت بنفسها من أي صراعات عسكرية في الفترة الماضية، واستطاعت أن تكون يعني
رقما رائعا في الاختلاف السياسي والالتقاء حول مصلحات المحافظة. منذ بدء الثورة في عام 2011 كانت محافظة شبوة من ضمن المحافظات التي لم تنجر إلى أي عمليات عنف أو إطلاق يعني النار على المتظاهرين، وأيضا إلى أن دخلت الميليشيات الحوثية العاصمة عتق وحدثت يعني اشتباكات، ثم انسحبت الميليشيات الحوثية إلى بيحان ومن ثم طردت من بيحان. كانت محافظة شبوة تنأى بنفسها من أي صراعات داخلية رغم الاختلافات السياسية الموجودة، لأنه يقود كل الأطراف فيها يعني العقلاء من أبناء المحافظة. وأعتقد أن محافظة شبوة بيئة غير صالحة يعني للافتتان والاقتتال الداخلي بين أبناء المحافظة، ومن يريد أن يجر هذه المحافظة لأي صراع يخدم مصالحه يعني الذاتية والشخصية فأعتقد أنه سيفشل. وإن بالغ في الإعلام فليس كل ما يقال في الإعلام من مبالغات أو من أحداث هي على أرض الواقع صحيحة، لا ليس ذلك. محافظة شبوة محافظة مهمة جدا جدا في عملية التوازن الاقتصادي والعسكري والسياسي للجمهورية اليمنية ككل. هي التي المحافظة التي الوحيدة التي تصدر النفط اليوم، وأيضا القادرة على تصدير الغاز عبر ميناءها فالحة في الفترة القادمة. محافظة رائعة ومهمة في يعني في كموقعها والثروات التي فيها، وأبنائها إذا ما شعروا بأن عجلة التنمية يعني تدور بشكل صحيح وسريع فأعتقد أنهم سيحمون يعني مصالحهم ومكتسباتهم التي تحققت والتي ستتحقق في الفترة القادمة، وهي أهم لديهم من كل الشحن المناطقي أو الشحن العنصري أو الشحن الذي يقودهم إلى الاقتتال الداخلي. لا أعتقد أنها بيئة صالحة لأن تمارس فيها الميليشيات أو العصابات الانقلابية أعمالها، فأعتقد أنها ستفشل أمام العقل المتزن القبلي في محافظة شبوة. طبعا هي طابع فيها طابع قبلي يعرف أبجديات الصراع القبلي والسياسي وخاضها وجربها في الفترات الماضية ويعرف مآلاتها وحتى نتائجها السلبية التي ستقود إلى كوارث أو ثارات قبلية تمتد لفترات أطول. فأعتقد أنه الوضع في شبوة سيكون مختلفا تماما عن عدن أو حتى عن الضال أو حتى عن لحج أو حتى عن أي محافظات أخرى يكون فيها يعني تكون بيئة صالحة للاقتتال والصراعات يعني الصراعات السياسية المسلحة. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد رناح محلل سياسي من الرياض، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. وفي الختام شكر لضيوف في هذه الحلقة وأيضا تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.